لو الحكايه فيها ان فيتو شو رايك في المحاوله الاولى على الطرف الكابتن يعني النتائج اللي اتحققت في التصفيات الاولمبيه عطل يعني ايه؟ يعني قلل من اسهم الكابتن حسام الوسط كابتن حسام اسم كبير ان يروح بمنتخب مصر الاولمبي اللي تعدي فتره اعداد وهكذا ويخرج من الدور الاول ولا شايف ان هي حاجه غير طبيعيه وخارجه عن اراده الجهاز الفني او شو التوفيق في في في, في التصفيات؟ لا المنتخب الاولمبي ده بقى هنعيد تاني ده بعيد قوي ما انا بعيد يعني ما انا لكن الظروف كلها يمكن انا عملت بيان بيها وكتبت النقاط والظروف طبعا اللي كانت موجوده الصعوبات اللي كانت موجوده وعدم التجمعات وفي نفس الوقت الكم الكبير اللي استعان بيه منتخب مصر في بعض الاوقات على فترات ولاعيبه حصل لها عدم توازن تمام والفتره التحضيريه للتصفيات نفسها احنا اتجمعنا قبل ما نروح التصفيات بثلاث ايام الكلام ده لا يصلح خالص ان انت تخوض تصفيات يعني فدي كانت الصعوبات لكن قللت من اسهمي لا بالعكس خالص يعني ما قللتش من اسهمي لان كره القدم وانا ما اتعرض عليا ام بي واتعرض عليا وادي دجله واتعرض عليا عروض خارجيه بعد لا بعديها وقعدت مع ام بي وقعدت كده الاسماعيلي النادي الاهلي والاسماعيلي فما قللتش اسهم لا